والله زعلنا، حتى احنا زعلنا الخسارة مؤسف. طيب اولا الحمد لله على كل حال، تمنيناكم تكسبوا حتى تعوضوا اخفاق المغرب بالامس، قدر الله وما شاء فعل. بالنسبة لماتش مصر النهاردة يعني مستوى متدني، منتخب كان المفروض يطلع ماتش من الشوط الاولاني، زعلان على 90 جنيه اللي انا صرفتهم على الجماعه، ويا ريت محمد صلاح يبعتهم. صرفت 90 جنيه عشان اسمع الناس دي الماتش وزعلان عشرة. فين كان المشكل بالضبط؟ ليه المنتخب المصري لم يكن مقنع سواء في الدور الاول او في دورة الاستثناء؟ لا لا غير مقنع بالكل، وانا زعلان. ليه بالضبط؟ ليه ما كانش مقنع؟ كان المشكل كل لاعب يعني بيفكر انه هو عاوز يبقى زي محمد صلاح، فما فيش كوره، ما كانش حتى الروح بالنسبه. لا 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 لا، ولا بالنسبه للمشاهد كان مبسوط، ولا بالنسبه لل 90 جنيه هتعرف عوضهم تاني، فده حاجه مزعلاني. طيب البطوله في بلدكم خرجت مصر، هتشجعوا مين بعد خروج مصر؟ بعد خروج مصر احنا شايفين ان الجزائر بتلعب كويس، الجزائر عامله بطوله كويسه وتستاهل البطوله. بالنسبه للتشجيع تاني احنا مش هنخش نسمع ماتشات تاني، احنا بنحب نشجع. السؤال الاخير، محمد صلاح خان ثقه المصريين او كان في المستوى في نظرك؟ محمد صلاح بيلعب في اداره مش كويسه، ومع مدرب مش كفاءه، ومع لعيبه ما بتديش. في تريزيجي، في محمد صلاح، في نني، في عمرو ورده، كلك بيلعبوا بس ما فيش توفيق. الحمد لله الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.